طيب خليني أقول لكم بعض الأسئلة الشائعة من اللي بيتم الاستفسار عنها فيما يتعلق بموضوع الانتخابات. أولا السؤال المعتاد، هل متاح مشاركة المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية؟ بيتهيألي ده سؤال كلنا نقدر نجاوب عليه بمنتهى الصراحة. الحقيقة الهيئة الوطنية العليا للانتخابات جاوبت وقالت لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئاسة الجمهورية الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات إعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. فيعني ده سؤال معتاد، إنما كان لازم ومهم إن أنتوا تعرفوا إن أنتوا بتنتخبوا بموجب حق دستوري أصيل في الخارج مثلما أنتم تنتخبون في الداخل. سؤال آخر متكرر اللي هو كيف يمكنني الاستعلام عن مقر الانتخاب خارج مصر؟ لازم تعرفوا ان تنشر جميع مقر لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوان بداخل دولة المقر. طيب سؤال متكرر آخر وهو ما هي مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟ ايه هي المواعيد اللي اللجنة الانتخابية بتبقى شغالة خارج مصر من الساعة كام للساعة كام؟ وانا حابة ان انا اقول لكم ان تعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لدولة المقر، فمن 9 الصبح ل 9 بالليل بتوقيت كل دولة على حدة.